مباراة ذهبية مع الاتحاد الدولي للتنس وأيضا مع رابطة محترفي التنس. ردة فعل ممتازة لكن الكرة كانت قريبة جدا من الخط الجانبي. ممتاز من جهة اللاعب دافيدينكو، ردة الفعل كانت سريعة ويبقى بنفس الأسلوب. ممتاز ممتاز، لاحظوا معي مشاهدي الكرام أين يتوجه، أين يستخدم. ممتاز ردة فعل هنا بمهارة عالية، تسديدة تفاجئ. نلاحظ الكرة تمر عرضية وأين يستقبل هذه الكرة، خارج الملعب. ردة الفعل تسديدات قوية، نضال هنا لا يتراجع كثيرا عن الإرسال الآن لرافائيل نادال في محاولة للتقدم ب 3-1 عند هذه المجموعة الأولى. ممتاز ممتاز رائع يا هذه النقطة. نلاحظ ضربة دروب شوت وكان بعيدا اللاعب دافيدينكو ومع ذلك يصل لهذه الكرة وي... الكرة خارج الملعب، الكرة خارج الملعب وهنا اللاعب دافيدينكو يعود بقوة ممتازة هنا واختيار جيد لأنه يختار تسديد هذه الكرة وسط الملعب. إذا الشوط لصالح اللاعب دافيد. ردة فعل ممتازة هنا من جهة اللاعب رافائيل نادال. اختيار هائل، اختيار هائل، الكرة منخفضة. هذه الكرة بالدرايف ولي فورهاند، نلاحظ هنا كيف يستغل هذه الكرة بقوة وهنا بكل هدوء. نلاحظ هنا التسديدة القوية مع الخط التي تفاجئ نادال وبلمسة ممتازة. إذا ممتاز ممتاز بإيقاع ممتاز هنا وسريع. ضربة قاضية، ضربة قاضية من جهة اللاعب رافائيل، ولذلك يحاول ما أمكن أن يكون فعالا. وهذا ما ذكرناه مشاهدينا الكرام، اللاعب دافيدينكو يخلق المفاجأة. ممتاز تسديد في هذه التسديدة الأخيرة، كيف يسدد ضربة انسايد اوت. إذن بضربة الأي الكرة داخل الملعب. ممتاز ممتاز تسديدة بالتوب سبين لكن كان ممتاز ممتاز رائع.
رائع من جهه اللاعب. ردت فعل بمهاره عاليه مباشره بعد الارتداد. حديث هنا ممتاز ممتاز من جهة اللاعب رافائيل. الكرة خارج الملعب، الكرة خارج الملعب، هنا يغامر بتسديدة مع الخط. الكرة خارج الملعب، ثلاثة مقابل لا شيء. في المكان المناسب استقبال. بكل قوة يتمكن من هذه النقطة. و 40-15 فرصتين أمام اللاعب دافيدينكو عند هذه المجموعة. ممتاز، تسديدة ممتازة و يخطئ هنا اللاعب. الكرة خارج الملعب، الكرة خارج الملعب، وربما هنا يقول اللاعب دافيدينكو بأن الكرة خارج. وأظن بأنه كان محقا اللاعب دافيدينكو في هذا القرار. يا لها من تسديدة، وكلما حاول اللاعب رافائيل. ممتاز، اختيارات هائلة. ممتاز، بقوة كبيرة الكرة خارج الملعب، الكرة خارج الملعب. ممتاز. 15 ممتاز، تسديدة رائعة هنا بالطفين. ممتاز، ردة فعل هنا والكرة تلمس الخط، والكرة بكل هدوء، تسديدات على اليمين وعلى اليسار، ويستطيع أن يختم هذه النقطة. إذن نضال يتمكن من أول. في اتجاه الجسد مرة أخرى. ممتاز ممتاز،
ردت 30-40 ممتاز ممتاز من وبالفعل دافيد ايكو يفوز. دافيد ايكو يتمكن في هذه الفرصة الثالثة من حسم نتيجة هذه المجموعة الثانية، وبذلك نتيجة هذه المباراة 6-3 6-2 لصالح اللاعب دافيد ايكو.